مباراة اليوم الجزائر ضد تنزانيا، مباراة ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، تلعب اليوم الخميس 9 من شهر سبتمبر. ستلعب المباراة على ملعب 19 ماي بعنبة، وتنطلق صافرة البداية على الساعة 8 بتوقيت الجزائر، وستكون المباراة مباراة الجزائر ضد تنزانيا منقولة مجانا على القناة الأرضية الجزائرية. من مشاهدة مباراة في المستوى بروح رياضية عالية وجماهير غفيرة إن شاء الله يملأ الملعب. من فضلكم في نهاية الفيديو تفضلوا بالاشتراك في القناة وإعجاب بهذا الفيديو ليصل إلى الجميع.